الو، الو، يا هلا حياك الله. يا هلا، تفضل. عفوا، معاك حمد المري، هلا هلا مراقب اخوي، الدار. حياك الله. هلا حياك الله، سعد مبارك اخوي حمد. الله يبارك فيك، حياك شلونك الله. استاذ حمد؟ حياك الله، كيف الحال؟ الله يا مرحبتين فيك، حياك الله استاذ فيصل. شلون العمل وياكم في بيت الزكاة؟ والله لله الحمد، يعني احنا العمل على قدم وساق بعد انتهاء حملة فزعة، التي فزع الكويت التي قامت بها عدة جمعيات خيرية ومن ضمنها بيت الزكاة، وجمعت 9 ملايين دينار. كان بيت الزكاة حصته في هذه التبرع 1,342,000 دينار كويتي. بيت الزكاة من قبل حملة فزعة، من تاريخ 16 مارس حتى تاريخ 19 مارس، قام بفتح أفرعه في محافظات الكويت بجهد تطوعي من بعض الموظفين بدعم ورغبة من إدارة بيت الزكاة، وتم تسليم مساعدات للأسر الشهرية، أرامل، المطلقات، كبار السن والعجزة، وعددهم 2,117 أسرة تم تقديم المساعدات المالية لهم. وبعد انتهاء حملة فزعة استأنف بيت الزكاة تقديم مساعداته مرة أخرى بتاريخ 31 مارس حتى 9 مارس، وهي هذه المرحلة الثانية للمساعدات. قدم ما يقارب 980,620 دينار كويتي لعدد 4,124 أسرة، وهذه الأسرة حلو، هم أرامل واضح. ومطلقات زين وعجزة. اخوي حمد، بخصوص انه يعني كثير من الشكاوي تي على مثلا بيت زكاة، انه مثلا المساعدات الشهرية واقفة عليهم، هذه الامور، شنو الحل في هذا الموضوع؟ بالنسبة للموقع، الموقع الآن كان عليه ضغط شديد، احنا طلبنا وارسلنا رسائل نصية للأسر المسجلة لدينا على أساس يحدثون بياناتهم ويدخلون أرقامهم البنكية. تحسب لأي ظروف طارئة، لأن بيت الزكاة في مرحلته الثانية الثالثة إن شاء الله، التي سيقوم بتنفيذها إن شاء الله خلال الأسبوع القادم وعلى مدى أسبوعين أو أكثر، هي مساعدة ما يقارب 10,000 أسرة أو أكثر من 10,000 أسرة جاهزة لمساعداتهم الآن، سوف نقوم بتحويلها إلى البنوك. احنا طلبنا من الأسر الدخول على هذا الموقع، فكان ضغط على الموقع ومما سبب بعض العطل أو كذا، ولكن يقدر الشخص يدخل في أي وقت إن شاء الله بعد ما تخف زحمة أو الضغط على الموقع، ويدخل حساباته البنكية حتى ثم بيت الزكاة بإذن الله تحويل هذه المساعدات إلى الحساب مباشرة. أما بالنسبة للأسر الذين ليس لديهم حسابات، فنحن نرجو أن يذهبوا إلى البنوك واستخراج حسابات بنكية، والذي ليس يستطيع أن لا يستطيع أن يستخرج بسبب ظروف معينة حسابات بنكية، فنطلب منه ما في. معلش استاذ حمد، بس خاصة هذا الموضوع وايد قاعد يشتكون من موضوع الحسابات البنكية، بنوك كلها مسكرة، شلون يقدمون لك الكشف لا لا والحساب؟ لا عفوا، هناك بنوك فاتحة في الكويت، احنا في كل إيه بس يعني محافظة هناك فرع او فرعين فاتحين. صح، بس اخوي حمد يعني الان ما نتمنى انه يعني يكون في تسهيل حق، تدري انت الظروف الان، الحظر والزحمة وهالامور، يعني انا اتمنى من عندكم انه والله عندنا كثير من الشكاوي اخوي حمد، وانتم احنا ادري ما تقصرون وكذي الامور هذه، الناس اللي قدمت ملفات وكان عندهم موعد شهر 3 الى الان ما صار في اتصال، انا اتمنى انه يكون في متابعه في الموضوع، تفضل. احنا اللي كانت لهم مساعده موطن شهر 3 مثل ما قلت لك، من 31 مارس بدينا مره اخرى لاستئناف هذه المساعدات، وصرفنا لهم مساعدات بالكامل. الان المساعدات متوقفه لشهر 4 الحالي، وشهر 4 الحالي جهزنا ما يقارب اكثر من 10,000 ملف جاهز الان، سوف نقوم بتحديث البيانات وتجهيزها وقصدي واقرار المبالغ لها وتحويلها الى حسابات البنكيه. نحن لماذا نقول حسابات بنكيه؟ حتى لو كان عند الشخص حساب بنكي، اذا عنده احد من الدرجه الاولى من اقربائه حساب بنكي، يضع حساب هذا الشخص اذا كان من الدرجه الاولى يثق فيه. ليش؟ لان لا نعلم ما هي الظروف القادمه ومن الاجراءات القادمه التي ستتخذها الدوله كاجراء احترازي. فلا سمح الله يتخذ الدولة إجراء احترازي آخر يمنع التجول وكذا، لا يستطيع أحد يأتي إلى بيت الزكاة واستلم مساعدته. فنحن نقول للأخوة الذين يعني ليس لديهم حسابات بنكية، استخرج هذا الحساب، وإذا لم تستطع استخراج هذا الحساب، إذا عندك أحد من الدرجة الأولى من أقربائك وتثق به، حط رقم حسابه في الموقع وسينزل إن شاء الله الحساب المبلغ له بإذن الله تعالى. إحنا يعني بيت الزكاة يعني 15% من طاقته هي اللي تعمل حاليا، تعرف إحنا مؤسسة حكومية وشملها قرار وقف العمل، فالشباب اللي يعملون الآن هم متطوعين لهذا العمل حتى لا تتوقف هذه المساعدات على الأسر. يعني الآن لو تلاحظ 1,342,000 اللي حصل بيت الزكاة من التبرع حملة فزعة، صرف في خلال أقل من
يعني خلال فترة من 19 مارس إلى الآن 980 ألف وستمائة وعشرين دينار، يعني في ثلاث أرباع المبلغ صرف. فنحن الآن نتسابق مع الزمن ونتسابق مع هؤلاء الآن. والله إحنا نتمنى يعني جودكم يعني مشكور أخوي حمد المري، قواك الله وما قصرت يعطيك العافية. ونتمنى بس هذا الأمر مهم أن تكون الإجراءات ترجع مثل ما كانت. كل الشكر لك للناطق الرسمي باسم بيت الزكاة، ويعطيك العافية على الجلد الزكاة.